السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في تاني حلقاتنا من برنامج سفيرة الصواني الحسنة، اللي أطباقنا كلها بتعتمد إن إحنا بنزور كل يوم بلد أو كل حلقة بنزور بلد ونجيب منه أكلة مختلفة ونعملها سوا مع بعض. النهاردة معانا ضيفة، أو هي شيفة لذيذة وجميلة، صغنونة، سهى مصطفى. أهلا بيكي. تعرفينا أكتر بنفسك؟ انا سهى، بعمل حلويات، كوكيز بوترات وحاجات، يعني كل الحلويات انا بعملها، بس الغربيه بس ما بعملش حلويات شرقيه، ماليش فيها قوي. بس جميل، الله يخليك حبيبتي. اكتشفتي بقى موهبتك ازاي؟ انا ما فيش، انا لسه والده توينز، فقعدت بحكم انه طبعا انا صعب ان انا انزل باطفال واروح واجي، قعدت في البيت اكتر، فبقيت ادور على اي حاجه انا بعملها، يعني انا بعمل ايه شاطره فيه. بدات الاول ان انا كل ما اروح لحد اجيب حاجه، ما اخد حاجه معايا انا اكون عاملاها، لقيت كل اللي حواليا شجعوني ان انا ابدا الصفحه بتاعتي. انا مش بدا بقالي كتير، انا تقريبا بقالي 4 شهور أو 5 شهور وبدات، وكان بقى احلى بدايه. الله يخليك يا حبيبتي، يا رب تفضلي مستمره على طول ونشوفك احلى شيف الدنيا كلها. الله يخليك يا حبيبتي. هتعملي معانا ايه النهارده؟ النهارده انا هعمل كوكيز القهوه. تمام. الناس كلها دلوقتي تقريبا بقت تحب القهوه، فانا قررت عشاء بدل القهوه طبعا. قلت بدل بقى ما نحطه في كوبايات، هعمل كوبايات نشرب القهوه وناكلها بعد. جميل جدا، جميل جدا. هنشتغل مع بعضينا. تمام. تمام. وانا هعمل معاكم النهارده المقلوبه، اتطلبت مني الحلقه اللي فاتت وحبيت ان انا اعملها النهارده، وهعمل شوربه من المغرب العربي. الاول ارجع للمقلوبه. المقلوبه طبعا اصلها من فلسطين، انتشرت في بلدان كتير وغيروا فيها كتير، وكل بلد عملتها بتكة مختلفة وبطريقة مختلفة، وانا برضو النهاردة عملها لكم بطريقة الشيف ايمان. وهعمل معايا شوربة الحريرة من المغرب، واكتر بلد مشهورة بها المغرب العربي. شوربة مفيدة جدا ومعروفة بقيمتها الغذائية ومكوناتها الجميلة. هنبدأ بيها برضو مع بعض الاول، ونقول المكونات معنا وهتنزل برضو على الشاشة. هناخد حلتنا هنا على النار، نبدا بقى مع بعض يا استاذه سهى. اوكي ماشي. انا اقول مقاديري برضو؟ قولي مقاديرك وتفضلي. تمام. انا معايا 100 جرام زبده، ومعايا نص كوبايه سكر، دول لازم اضربهم مع بعض كويس. وهنا معايا كوبايتين الا ربع او كوبايتين دقيق، وهحط عليهم معلقتين كاكاو عشان يبقى بالشوكولاته، يبقى طعمه جميل احلى. ومعايا بيضه وعليها فانيليا، بس هضرب دلوقتي الزبده بالسكر، هضربهم كويس لحد ما هيدوبوا، بعد كده هبدا ان انا احط بقيه المكونات. تمام، جميل قوي. مكونات هنا الحريره معانا معلقه سمنه، الخضره اللي معانا كرفس وبقدونس وكزبره مفرومين ناعم جدا، البصله برده مفرومه ناعم، معلقتين من صلصه الطماطم، حمص منقوع ومقشراه. تمام. ودوت برده عدس، اللي هو العدس اللي معروف عندنا في مصر اسمه عدس بجبه، برضو نقعاه، ومكعبات لحمه. المكونات انت بتقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزه، مالكيش مقدار معين تمشي عليه، فيعني برضو هتتابعي كده معايا، يعني مقدار اللي هو مثلا مش عايزه تزودي لحمه كتير او كذا، يعني ديت بترجع لحبك ليها، بس هي اساسي ان هي بتتعمل باللحم. هنحط هنا معانا الاول معلقتين سمنه، هي سهله جدا مش محتاجه شغل كتير. نرفعها بس كده من على النار. هننزل باللحمه الاول، ما بتحتاجش اي تشويح او اي حاجه، كل مقاديرنا هتتحط كلها مع بعضها. هننزل بالحمص، بالعدس، وهننزل بالكرفس وبالصلصه. تمام. معانا هنا 6 حبات طماطم، انا ضرباهم في الخلاط ومصفياهم.
نقلب كده مكوناتنا. تمام، انا كده وصلت لقوام الزبده اللي انا عايزاه. هبتدي احط البيضه مع ذره فانيليا وهقلبهم مع بعض. جميل. هنضيف هنا توابلنا، طبعا اساسي معايا في الحريره البهارات، الكركم، معلقتين من الكركم، والقرفة، وكمان فلفل اسود او ابيض. انا بفضل استخدم الفلفل الابيض عشان ما يغمقش معايا الشوربه. كمان هنضيف الملح بتاعنا، كده يبقى احنا ضفنا كل مكوناتنا. هنضيف بس شويه ميه، اتاكد ان كل المكونات اتقلبت معانا مع بعض. تمام، انا كده خلاص ابتدي احط الحموات بقى الجافه حبه بحبه. تمام، لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ده الدقيق مع الكاكاو. هنا الكرفس هسيبه في الاخر، الشوربه سوري البقدونس والكزبره هسيبهم في اخر الوصفه، مش هضيفهم دلوقتي. ايه الاخبار معانا؟ تمام، انا هو خلاص بس هفضل اضيف المواد الجافه حبه بحبه لحد ما تبقى تمام. تمام، لحد ما تكون شكل اعرف اشكل بيه الكوبايه. تمام، طبعا ممكن تختلف شويه في مقدار المكونات الجافه ولا عشان ولا ثابته؟ لا، الدقيق ممكن يختلف حسب على حسب نوع الدقيق طبعا. فاحنا بنحط حبه بحبه لحد ما نشوف القوام اللي احنا عايزينه، لو تمام خلاص مش هنضيف الباقي. تمام، عايزه اقول لك ان انا عملت الكوكيز دي من كتر ما انا كنت بشتريها وكنت بحبها قوي، بعدين جت اختي قالت لي طب ما تجربي تعمليها، ليه ما بتعمليهاش؟ رحت قلت لها طب هجرب، وجربت بصراحه راحت نجحت معايا جدا ودخلتها في المنيو بتاعي. انا طبعا مصلحه طبعا ماما شيف سوها صاحبتي قوي، وقالت لي ان انت يعني جربتي فيهم كتير. ده حقيقه جربتي في العيله كلها تقريبا. تقريبا كل العيله، لازم كنت كل ما اروح اقول لهم ايه رايكم بصراحه، طب فيها ايه ناقص، طب فيها ايه زياده، بس الحمد لله كان كلهم بيقولوا لا طعمها حلو. عرفت برضه. هي بصراحه انا مامتي اكتر حد شجعني الحقيقه في الحاجات دي. انت عندك صفحه على البيت؟ صفحه على الفيسبوك بيج اسمها هابي كرافتس، هي هتلاقيها دلوقتي نزلت على الشاشه موجوده. تمام، قولي برضه اسمها تاني. اسمها هابي كرافتس. تمام تمام، دي انا بعرض فيها شغلي، هي بصراحه بتاعت اختي بس لما لقيتني عايزه اشتغل نزلتني معاها، هي بتعمل يعني حاجات هاند ميد وكده. تمام، بس فراحت قالت لي لا عشان بدل ما تعملي تاني من اول وجديد خلينا مع بعض، وفعلا بسببها بصراحه انا يعني شفت كده على الصفحه هاند ميد حاجات جميله جدا صراحه. الله يخليكي يا حبيبتي. انا كده برضو لسه هحتاج تاني، طالما ما لمتش معايا وما عملتش الشكل اللي انا عايزاه هفضل احط دقيق.
المقادير بتاعتنا مقادير المقلوبه ظاهره معانا على الشاشه. معانا مين؟ معانا مكالمه تليفونيه. معانا امل من طنطا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف ايمان؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تسلم ايديكم وتسلم ايدي الاموره اللي معاكي. تسلمي يا حبيبتي. يا رب يا رب. تسلمي تسلمي. ايه هتعملي لنا المقلوبه باي طريقه بقى؟ بطريقه الشيف ايمي. ما انا عارفه، بس برضو الشيف ايمي كل مره الشيف ايمي متعلماها من الشيف ايمي متعلماها من استاذه امل من طنطا. الله يخليكي يا حبيبتي، انت بتجددي برضو عليها. المهم طبعا ان انا كنت الميزه شاطره طبعا. الله يخليكي. تسلمي طبعا. الشيف امل معانا منورانا من طنطا، احلى شيف حلويات في الدنيا كلها. حلو ده، نستفاد بقى. ممتازك. ما شاء الله القمر اللي معاكي عامله لنا كوكيز القهوه، يعني بصي يا جايه على الجرح للناس كلها. بعتك والله. عارفه الناس بتحب ايه وعملته ما شاء الله. اه جايه لنا على نقطه ضعفنا كلنا. بالظبط. يعني هناكل القهوه مش هنشربها لا دلوقتي. لا خلاص بقى، احنا هناكل الكوبايه بعد، مش هنرمي الكوبايه اللي فيها القهوه دي خلاص تاني. طبعا انت تعرفي يقول لك يعني انت هتاكل يعني مثلا هتاكلي الاكل وتاكلي صوابعك وراه، لا انت هتاكلي الفنجان وراه. وده اللي الشيف سوا عاملاه معانا النهارده، يعني ان احنا هناكل وناكل صوابعنا والفنجان كمان بعد الاكل. نورتينا يا استاذه امل باتصالك. ايه الاخبار؟ وصلنا فين؟ خلاص احنا كده خلاص تقريبا. انا بس لازم تمسكيها يعني طبعا بايديك عشان تعرفي القوام ماشي ازاي. اكيد طبعا. انا كده خلاص بقى يعني تمام. هبتدي بقى اشكلها في الكوبايات بتاعتي. وانا هنا هعمل هنطلع فاصل دلوقتي مع بعض ونرجع نكمل بقيه وصفاتنا. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، نورتونا من اول وجديد ونكمل بقيه وصفاتنا معاكم. نشوف شيف سوها وصلت معانا لحد فين. تمام. انا كده خلاص هبتدي بقى اشكل الكوبايه بتاعتي دي. تمام. بتبقى شكلها اي كوبايه بتتحمل الفرن ان لما ندخلها ما تبوظ لنا شكل الكوكيز، بس باخد حته كده اكني بشكل كوبايه جوه كوبايه. تمام. وانا هنا معايا هعمل المقلوبه. تمام. هنا معايا رز. تمام. مصري. عاملاه طبعا مقدار الرز المصري بيبقى كوبايه لكوبايه. احنا عاملينه بالكركم ومتبلينه بالبهارات بتاعتنا بالكركم، ولو في شوربه كمان يكون احسن. تمام. ومعانا لحمه مفرومه، عاملها النهارده معايا بلحمه مفرومه متعصجه. تمام. وهنحتاج هنا شرايح من البتنجان والجزر والبطاطس والفلفل الالوان، و انا طبعا مجهزاهم قبل الهوا، بس هي موضوع بسيط قوي وهقول لكم دلوقتي انا ايه مجهزاهم ازاي. بنستخدم اداه زي كده بعمل بيها الشرايح، سواء الجزر او البطاطس. البتنجان بقطعه عادي جدا وهوريكم دلوقتي هنقطعه مع بعض ازاي اول ما ندخلها بس الفرن. الجزر انا مش محمراه، انا حطاه في ميه سخنه بعد ما بقطعه بالشكل ده كده، بقطعه بشرنشات طويله بالشكل ده وبحطه في ميه سخنه بتغلي واطفي عليه واسيبه بتاع 5 دقايق. هنلاقيه دبل معانا بالشكل ده، يعني كده هو تقريبا 3/4 سوا. شرايح البطاطس معانا مقليه والبتنجان مقلي، وممكن برضو تعمليهم بنفس البطاطس تعمليها بنفس الطريقه. تمام. والفلفل برضو معانا مقلي. هنا معايا الاول شرايح البصل، هننزل بيها شويه زيت سخن. لحد ما البصل يتعمل، بس هقول حاجه
الكوبايات هنا لازم نسيبها، ما ينفعش احطها في الفرن على طول، عشان لو حطيناها يعني هتنفش مش هتبقى حلوه. تمام. تمام. فاحنا هنحطها في الثلاجه ساعتين مثلا، وبعد كده نيجي ندخلها الفرن. الفرن يكون متسخن قبلها، ما ينفعش يبقى ندخلها على فرن يبقى يعني بارد، لازم يبقى الفرن متسخن واخد درجه حراره الكوكر، وتكون هي ساقعه طبعا. ايه؟ وتكون هي ساقعه، وتكون هي لازم تكون ساقعه، يعني نسيبها ساعتين عشان الزبده تمسك نفسها تاني، لان احنا من كتر التقليب في الزبده طبعا ساحت، فلازم يعني حتى لو شتا برضو هتبقى من كتر التقليب بتبتدي انها تسيح، شو مش هتسيح قوي بس هتسيح شويه. فاحسن حاجه عشان تطلع الكوبايه مظبوطه وما فيهاش اي حاجه هندخلها الفرن. بس قبل ما ندخلها في تركه، لازم نحط اي بقوليات من جوه، اي نوع بقوليات، حاجه تبقى تقيله بحيث لما نحطها في قلب الكوكيز تبقى تمام وما تنفش كلها، هتبقى طالعه معانا مجوفه كده من جوه زي ما هي وما فيهاش اي حاجه خالص. تمام. معانا مداخله تليفونيه ونقول الو. الو. السلام عليكم. ايوه. الو. ايوه السلام عليكم. شيف ايمي. ايوه الشيف ايمي. ازاي؟ الحمد لله يا قمر. اسمك ايه؟ الو. انا غدا ايه النهارده؟ طيب ممكن توطي صوت التلفزيون شويه تسمعيني من التليفون بس؟ هي مكسوفه. الو. ايوه يا قمر سامعاكي. اسمك ايه؟ الو. سامعاكي يا جميل. هنعمل غدا ايه النهارده؟ هت ايه؟ عملنا غدا ايه؟ عاملين غدا ايه النهارده؟ يعني انا اترحمت من السؤال ده في البيت بتسالوه لي على الهوا. عاملين النهارده معانا مقلوبه، وعاملين الحريره المغربيه، والشيف سهى عامله معانا كوكيز القهوه. بتحبي الكوكيز؟ اسمك ايه الاول؟ نجاة وجنات. نجاة وجنات الاثنين ولا اسم واحد؟ اثنين. نورتيني يا قمر. بتعرفي تعملي اكل ايه بقى؟ ايه؟ بتعرفي تعملي اكل ايه؟ ايه؟ مبكبكة. مبكبكة؟ ده احنا داخلين على التقيل جامد. انا ما بعرفش اعمل مبكبكة. شكرا يا جميل وشكرا لاتصالك، نورتي البرنامج كله وصوتك الجميل وضحكتك القمر. معانا محمد من البحيرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. طبعا انا بحييكم على برنامجكم الجميل ده، يمكن انتوا يعني بتسعوا دوما ودايما انكم انتوا بتقدموا سفره جميله جدا للمواطن المصري بشكل مختلف جدا، انا بحييكم جدا. اهلا بيك يا فندم، وانت نورتنا بمكالمتك ديت، ودي شهاده اعتز بيها طبعا. ربنا يكرمك يا فندم. بس كنت حابب ابعت رساله من برنامجكم الجميل ده للعاملين على قناه الصحه والجمال، الناس المحترمه اللي قدمت اسلوب راقي جدا الفتره الاخرانيه دي، ونفست بعض القنوات في الماده الاعلاميه والماده اللي بتقدمها تجاه للمواطن المصري بشكل مختلف تماما. انا بشكرهم جدا من القائمين، انا بجد بتابع قناه الصحه والجمال بشكل مختلف، فحقيقي بصراحه اعجبني جدا 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 الماده اللي بتتقدم من الصحه والجمال، في تطور رهيب جدا في القناه، وانا بشكر جميع العاملين من العامل للمخرج للمصور لكل الناس اللي موجوده. يمكن انا حبيت اشارك بس لاني انا فعلا حسيت ان الصحه والجمال بتتطور اكثر واكثر واكثر، وفي نجاح دايما باذن الله. شكرا جدا طبعا لمداخلتك ورايك، وشهاده نعتز بيها كلنا، برنامج سفيرة الصواني الحسنه وقناه الصحه والجمال، دي شهاده نعتز بيها جدا طبعا. شكرا لاتصالك يا فندم. تمام. انا بس معانا عبير من القاهره. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيفا؟ ازيك يا قمر، عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شيفا سوا؟ الحمد لله تمام. والله يا شيفا ايمن، انا والله داخله مخصوص عشان اتشكر الشيفا سوا جدا. انا كنت عاملاني تورته تحفه تحفه تحفه. حبيبتي ربنا يخليك. تسلم ايدك وتسلم ايدك يا شيفا ايمن. تسلم ايدك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. ميرسي. شرفتينا باتصالك، وشهاده برضو جميله جدا. و يا حبيبتي شكرا. طب ما عرفناش مين؟ عبير من القاهره. ميرسي يا حبيبتي، الله يخليك يا رب، شكرا.
تمام. انا كده كنت محضره واحده مجهزاها معايا، دي كنت مدخلاها الفرن. تمام، انا بس عايزه اوريكم بنفكها ازاي عشان برضو ما تتكسرش مننا. اهم حاجه لما نيجي نفك الكوكيز ما نفكهاش من فوق عشان ما تتكسرش، نفكها من تحت، من عند التحت هنا كده الحته اللي من تحت دي، ونبتدي بقى ايه نفتحها بس بالراحه واحده واحده، وما نستعجلش عليها. ولما تخرج من الفرن ما بلاش نفتحها على طول، ممكن نسيبها لازم تبرد طبعا عشان ما تلزقش في الكرتون، لكن احنا لو سبناها هديت خالص هتطلع معانا كويسه وما فيهاش اي حاجه ان شاء الله. بتدهني الكوبايه اي ماده دهنيه ولا؟ اه طبعا، ده انا بعد بس يعني انا قلت الاول نبتدي مرحله مرحله برضو عشان الناس تبقى عارفه هي كده شكل الكوبايه بعد ما فتحتها. تمام، هي بيبقى شكلها كده واخده نفس الكوبايه اللي احنا ممكن نعملها بقى بايد. لو احنا بقى قاعدين في البيت براحتنا ممكن نبدع زي ما احنا عايزين، نقعد برضو نقطع من الكوكيز ونحط هنا ايد، نعملها شكل فنجان ونعمل طبقه تحتها وتبقى كلها بتتاكل. ومش شرط قهوه بس، يعني ممكن نحط فيها اي حاجه احنا عايزينها، ايس كريم، نحط ويبد كريم، نحط فاكهه لاولادنا لو عايزين مثلا ياكلوا حاجه حلوه لان هم يحبوها عشان هي بالشوكليت برضه. يعني احنا والاطفال نظبط بيها يعني، مش احنا بس. تمام. معانا استاذه ندى من الجيزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف ايمان؟ الحمد لله يا جميل، اخبارك؟ شوفي الاكلات الجميله دي. تسلمي يا رب، الله يخليك يا حبيبتي. تسلم شيف سهى. الله يخليك. ممكن بس بعد اذنك اسال شيف سهى على حاجه؟ اكيد طبعا، اتفضلي. ازيك يا شيف سهى؟ الحمد لله تمام. تسلم ايدك. الله يخليك يا حبيبتي. بس هسألك سؤال، الكوبايات دي ممكن احتفظ بيها في الثلاجة؟ يعني اعملها احطها في الثلاجة؟ ايوه، ما انت هتشكلي الكوباية بتاعتك. في اي وقت استخدمها ولا لازم تبقى بره الثلاجة؟ لا براحتك انت لما الكوباية تشكليها عادي، يعني زي ما انا عملت كده زي دي كده هنشكلها ونحطها في الثلاجة، وقت ما نحب عايزين نستخدم مثلا نستخدمها، وكده كده اصلا الكوكيز ده ممكن نحفظه عادي. يعني مش شرط عشان احنا عملناه لازم ناكله بسرعه، بس ما نحطوش بقى في الثلاجه، يعني بعد لو احنا فتحناه كده ما نحطوش في الثلاجه خلاص عشان ما يبوش معانا، نخليه بره ونقدر نحتفظ بيه في حافظه بلاستيك. يعني حافظه كده بحيث ان يجي لنا اي ضيف يبقى موجود عندنا. بالظبط. اتفضلي. شكرا لاتصالك يا استاذه. هنا بجهز مع بعض المقلوبه. طبعا هي الاكله متسميه بالاسم ده. احنا بنرص الخضار فيها. طبعا الشكل اللي انت بتحبيه، يعني التزيين ده يعني رغبه ست البيت. تمام، انا هنا يعني بشكل عشان لما اجي اقلبها تديني شكل جميل جدا. تمام، يعني برضو يبقى شكلها حلو وقيم. هنا بقطع معايا فلفل الالوان بالشكل ده، عايزه اعمله على شكل ورده. معانا اتصال تاني، نوره من القاهره. ايوه، ازيك ازاي حضرتك يا شيف عيني؟ ازيك يا جميلة، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سهى يا شيف سهى؟ الحمد لله. دي نورة بنت خالتي، عرفتي صوتك؟ ايوه. ازيك يا نورة، عاملة ايه؟ عاملة ايه حبيبتي؟ الحمد لله. انتوا ايه الاخبار؟ احنا كويسين يا حبيبة قلبي، شكرا على اتصالك يا نورة. الله يخليكي يا حبيبتي. وعاوز اشكر شيف بس عشان عملت لي تورته تجنن والله العيد ميلادي. يا حبيبتي الله يخليكي يا رب. كل سنه وانت طيبه يا جميل. شدي حيلك بقى نوره في ثانويه عامه، عايزينها تشد حيلنا كده. سيبك من التليفون وخشي ذاكري. اهلا بيك يا حبيبتي، اهلا بيك، نورتينا وشرفتينا بالصوت. من عندها يا حبيبتي، الله يخليكي. تحفه قوي، تحفه بجد الكوكيز بتاعتها. شهادتك هتبقى مجروحه. لا ازاي بقى، مش هي اللي ضاقت؟ هي اللي ضاقت اكيد طبعا. ربنا يخليك يا نوره ليا يا رب. شكرا يا حبيبتي. شكرا على اتصالك يا حبيبتي. ومعانا اتصال تاني من ليبيا. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيف؟ معاك ليلى من ليبيا. ليلى، ازيك يا ليلى، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. كيف حالك انت يا شيف؟ باهي والله الحمد لله تمام، نورتيني باتصالك. الضي هارب عندنا، راهو نسمعوا فيك مره، ما سمعتك هنا في التليفون. معلش يا حبيبتي، المهم طبعا يشرفني ان انت تتفرجي عليا. شو رايك اليوم في وجباتنا؟ انت مازال قولي لي شو ندرسوا اليوم وانا نقول لك شو رايي. يعني اليوم دايره مقلوبه تمام،
ومدايره الحريره المغربيه. ما شاء الله باهي كويسه. شو رايك؟ اتفرجتي معانا على الحلقه الاولى ولا لا؟ نعرفوها المقلوبه، مع اننا ليبيين لكن نعرفوها المقلوبه كده مشهوره عندنا في ليبيا. تابعتينا الحلقه الاولى؟ ايه تابعتها الحلقه الاولى. ايه شو رايك في الكسكسي؟ انا محتاجه ترجمه طبعا بعد الحلقه. هو الشعب كله محتاج ترجمه. يعني انا محتاجه طبعا بعد ما نخلصي كده اكتر انتبع فيك اكتر على قناتك، لان ضي دي مهارب علينا فديما نتابعه في القناه على القناه بتاع اليوتيوب اكتر. نورتيني يا ليلى. الحلقه ولا نشوفوها على النت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعطيك الصحه يا ربي. نورتيني وشكرا جدا على اتصالك، واهلا بيكي واهلا بكل اخوتنا في ليبيا. طبعا شرفني جدا اتصالكم وشي فرحني طبعا. الترجمة فورية. الترجمة؟ انا فهمت ان هي بتشكرك بس ممكن افهم برضو هي قالت اكلات كده. ما بقدرش اقاوم لما حد يكلمني ليبي ما اردش ليبي. بس نفهم يعني لازم نفهم. حاضر الترجمة خليها بيني وبينك بقى. طيب خلاص تمام. انا كده خلاص، بس قبل بقى ما نحط فيها لو حاجة سخنة، لكن لو اي حاجة ساعة ما فيش مشكلة. لو حاجة سخنة لازم ندهنها بالشوكولات. تمام. لازم الشوكولاتة تبقى غامقة كده عشان تبقى حلوة، وندهنها كلها يعني من جوه ونسيبها بقى يعني تبقى براحتها. طيب ممكن تقولي مع بعض كده مقادير بسكوت القهوه معانا؟ تمام. بسكوت القهوه معايا 2 كوبايه دقيق وبيضه و2 معلقه عسل اسود، ومعايا معلقتين كاكاو خام. ما ينفعش يبقى اللي هو مسكر عشان هتبقى مسكره قوي. الكاكاو الخام بيخلي شكلها حلو وبتبقى مسكرها معقول مع السكر اللي انا حاطاه. نص كوبايه سكر يكون باودر طبعا، ويكون احنا طحنينه في البيت عشان السكر بتاع بره بيبقى فيه نشا شويه، فممكن يخلي البسكوته تنفش معايا. ومعايا 100 جرام زبده. احنا حطينا الزبده على السكر في الاول، وبعد كده حطينا البيضه ودوبناهم مع بعض خليناهم كلهم بقى متناسقين، مع معلقه الفانيليا طبعا عشان فيه بيضه. وبعد كده حطينا الدقيق، كوبايتين الدقيق والكاكاو. حطينا كوبايه دقيق على كوبايه كاكاو الاول وحطيناهم ونزلنا بيهم لحد ما خدنا العجينه اللي احنا محتاجينها. وبعد كده بقينا نزود الدقيق تاني لحد ما العجينه لمت معانا وخدت الشكل ان احنا نعرف بيه نشكل بيه كوبايه الكوكس. بس كده تمام. تمام. معانا تليفون تاني من اهل اسكندريه وعروس البحر. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي. اتفضلي يا استاذه ايمان. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ انا بحبك قوي. الله يخليكي. وانا كمان بحبك قوي. انا عايزه اسالك إيه البانكيك بيتعمل ازاي؟ الايه؟ البانكيك. حاضر يا جميل، لو لحقت اقوله لك الحلقه دي، لو ما لحقتش اكيد الحلقه الجايه هقوله لك واعمله لك كمان. الو. ماشي حاضر. تسلمي يا رب. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. نورتينا بيك. نورت. اهلا بيكي. معانا هنا الحريره تقريبا استوت خالص اهي، المكونات كلها ما شاء الله. طبعا حله الضغط اصلا بتسويها معانا بسرعه في المرحله دي. تمام. هناخدها بس كده على جنب شويه، هنضيف لها الكرفس، سوري الكزبره والبقدونس. هحتاج هنا شوية مية. هي تقريبا كل مكوناتها بتبقى مقلية كلها المقلوبة. ممكن مقلية وممكن زي ما انا عاملة كده. هنا معايا معلقتين معايا معلقتين دقيق، هنحط معاهم حوالي كوباية مية كده. يا جماعة لازم تيجوا تقفوا في مكاني، ريحة الحاجة فظيعة فظيعة بجد. هنقلب مع بعض كده الدقيق بالميه، مش عايزه اي تكتلات خالص. لو ما عندكيش اداه كهربائيه ممكن تعملي بالطريقه اللي انا بعمل بيها دي. هتدوب معاكي الدقيق خالص. وهنضيفها كده بالراحه خالص واحنا بنقلب على الحريره لحد ما نحصل كده على القوام اللي احنا عايزينه.
ده قوامها، ده شكل الحاجه كده استوت اهي. تمام، ايه وصلتي لحد فين يا شيف سهى؟ انا تمام، انا خلاص، انا بس بتفرج بصراحه شكل الاكل فظيع، لازم اقعد اتفرج بما اني فاشله في الاكل بقى، يعني لازم اعترف، لازم جوزي يعني ربنا يخليه لي بصراحه، كل كتير حاجات جامده جدا زي اللي حضرتك بتعمليها طبعا. يعني حلو بس وحش، انا اكلي وحش يعني. لا انت في الحلويات بس؟ انا حلويات، وبعدين اكتشفت ان انا في الحلويات دي يعني مؤخرا جدا، ما كنتش عارفه يعني حلويات دي يمكن زي ما قلت لك بقالي 4 شهور بس، لكن انا في الاكل بصراحه لا، يعني بحاول اتعلم لسه بحاول اتعلم، بقالي 3 سنين متجوزه بس برضه عادي يعني. يبقى اكيد هتتابعينا طبعا. احنا بنتحاول نتعلم. يبقى اكيد هتتابعينا طبعا. اكيد طبعا طبعا على طول، وانا دلوقتي اصلا بتابعك اهوت وبتفرج عشان برضه ايه اروح ممكن اعملها لجوزي ان شاء الله، واعدك هاكلك مقلوبه. انا هنا حطيت معلقتين شعريه على الحريره دي طبعا برضه حسب الرغبه، وهي كده ايه هنسيبها حوالي 5 دقايق بس كده على نار هاديه تكمل التسويه معانا. نكمل مع بعض هنا المقلوبه، ده البصل اللي عملناه مع بعض هننزل بيه فوق الخضار، طبعا ترتيب الخضار برضو على ذوقك. هنوزع البصل، هنحط الجزر كده كمان مستوي المفروض. الجزر كده انا كنت نقعاه في ميه سخنه بتغلي لمده من 5 ل10 دقايق، يبقى معانا عادي تمام بالظبط، لان انا لو سلقته هيتكسر معايا ومش هيبقى فيه مرونه ان انا اشكل بيه. تمام تمام، ولو قليته مش هيديني الطعم اللي انا عايزاه. ايوه يعني انا عايزه الطعم يبقى برده مظبوط وهو يستوي. انا جربت طبعا مقلي كتير ومسلوق كتير، فدي احسن نتيجه وصلت لها. هنا معايا اللحمه مفرومه معصجه، هننزل بيها فوق البصل، اكلنا النهارده مليان بالخضار، المقلوبه خضار وبروتين يعني اكله شامله والنشويات كمان. هنا هنتكى كده بالراحه خالص، نضغط عليها عشان لما نيجي نقلبها تدينا شكل مثالي وشكل كويس. مع بعض كده. اخر حاجه معانا الرز. طبعا الرز عادي ولا لازم بسمتي؟ لا، رز بسمتي لما تيجي تقلبيها هتلاقيها فرشت يعني فتحت، عشان بيبقى حبيته، عشان بيبقى يعني حبيته محببه اكتر. بس انا الرز المصري ميزته ان هو يعني بيديني قوام. انا كده الرز معايا 3/4 سوا، مقدار الرز كوبايه رز لكوبايه ميه، التوابل طبعا او لكوبايه شوربه، يكون احسن انها تكون شوربه. طبعا تقدري تستخدمي شرايح فراخ، تقدري تستخدمي لحمه قطع ستيك، دي بترجع مكان اللحمه المفرومه. دي بترجع لذوقك، وممكن تستخدمي تعمليها نباتي خالص. تمام، يعني ممكن ما تستخدميش اي لحوم. يعني بصي انا من مع ست البيت اللي ما توقفش نفسها على حاجه، دي احلى كتير. تمام، خصوصا لو عندها اطفال. بالظبط، يعني انا عجبتني اكله مش لازم تبكل، يعني ما اوقفش نفسي على حاجه. طبعا انت لو كنت وقفتي على حاجه ما كنتيش كملتي. صح. طيب بتوفقي ازاي بين شغلك وبين البيبيهات؟ دي ماما التوينز. دي ماما. لا وانا كمان غير التوينز، انا معايا اصلا بيبي عندها 2 سنين كمان، فيعتبر معايا 3 بيبيهات يعني. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيهم. اسمهم ايه بقى؟ البيبي توينز اسمهم ميان وكيان، وبنوتي الكبيره اسمها مكه. بس فانا بقى شغلي وده برضو ماما بصراحه، لولا ماما انا حياتي كانت هتبقى مختلفه تماما. هي اللي بتقعد بصراحه يعني لو انا عندي اوردر او عندي حاجه بعملها اي تورته اي حاجه، هي بصراحه بتقعد معايا وبتشيل عني الولاد خالص، ما بقاش حاسه بيهم في البيت. هنا معايا المقلوبه خلاص، هندخلها بس الفرن 10 دقايق او 5 دقايق بس، هنلفها بورق فويل.
عاملين هنا بقى معانا فقره لاطفالنا الجمال بمناسبه مواليد شهر 2، تمام؟ وهنعرض صورهم دلوقتي ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. إيلين، شحم، جنات، ماجد، أحمد، هيثم، ندى، علاء، كل سنة وانتم طيبين يا حلوين يا جمال. عليكي بقى بنت تيتا بنت خالتي عيد ميلادها برضو في 2/14/2، كل سنة وانت طيبة يا روح قلبي. هنعرض مع بعض هنا صور شيف سهى. دي تورتة، أول تورتة عملتها دي على فكرة، دي برضو تيتا يعتبر تاني تورتة عملتها. دي تورتة بالمانجا كلها مانجا من جوه ومن بره، يعني ليكي تزيين مانجا. دي ريد فيلفت ان شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله، بجد جميله جدا. الله يخليكي حبيبتي، دي عملتها عشان هنطلع فاصل بس صغير جدا 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 ونرجع تاني بسرعه نكمل حلقتنا ونقدم وصفاتنا. اوكي. ونقول اهلا بيكم مره تانيه، تمام؟ هنقدم هنا، قدمنا هنا معانا الحريريه اهي، وزينا الطبق كده بشرايح من الليمون، وهنقلب مع بعض المقلوبه، تمام؟ ونزينها برضو معناها مش محتاجه تزيين يعني، شكلها يتاكل على طول. وشيف سهى هتقدم معانا الكوكيز بتاعها. تمام، هو كده خلاص، بس انا بس هضيف اضافه، لو احنا عايزين يعني نحط عليه نعمل له شكل حلو نحط الشوكليت من فوق، والحاجات دي بتتباع عند اي محل بيبيع حاجات حلويات، ونحطها كده تبقى شكلها شيك، لو قدمناها لاي حد هيحب يشرب وياكلها، والاطفال اصلا كمان بتحب الحاجات اللي فيها الوان دي قوي، فهيحبوها ان شاء الله. تسلم ايدك ما شاء الله، جميله جدا. هنا معايا المقلوبه اهي، هنحط الصينيه كده و ايدينا من الناحيه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هوبا هوبا، هي نديها بس كده نتاكد انها نزلت معايا، ما تكسفينيش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. واو واو يا شيف ايمي، فظيعه. ندي بس كده ايه نظبط معانا، طبعا ممكن نجرنشها كده ونديها شويه فلفل الوان من الجنب والكلام الجميل ده كده معانا على السريع كده. يا رب كده يكون طعمها حلو ويعجبكم زي شكلها بالظبط. تمام، هنقرب هنا الحاجه مع بعضينا يا شيف. شكلها تحفه يا جماعه، لازم تبقوا ماشيين، الناس كلها مستنيه بعد الحلقه ما تخلص هتنقض على المقلوبه. نشيل بس حاجتنا الزياده دي، وايه وهنا النهارده هنكون قدمنا وصفاتنا اللي قلنا عليها، المقلوبه والحريره المغربيه الحلوه الجميله بزاف 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 مع الكوكيز. وتحيه لكل اهل المغرب ولكل اهل فلسطين وكل اصحابي الجمال الشيفات الجمال اللي علموني الوصفات ديت، واللي برضو هنقدمها مع بعض في حلقاتنا الجايه، وان شاء الله ما تكونش اخر مره يشوف سهى ان شاء الله مع بعضينا ان شاء الله، ونقدم وصفات جميله. وعايزاكم يا جماعه تدخلوا على الصفحه بتاعتها لان فيها شغل جميل جدا وهيعجبكم جدا، مع هابي كرافتس تاني عشان يتحفظ. تمام، وان شاء الله نقدم لكم وصفات احلى واحلى الحلقه، ان شاء الله نقدم لكم وصفات احلى واحلى الاسبوع الجاي والفتره الجايه. شكرا جدا لمتابعتكم معانا، واتمنى يا رب دايما تتابعوني، واللي ما لحقش يشوف الحلقه طبعا هيتابعها على اليوتيوب
هتنزل ان شاء الله على صفحه القناه، وان شاء الله تنال اعجابكم. مع السلامه، ونشوفكم الحلقه الجايه باذن الله مع ضيفه جديده ووصفات كتير جديده.